السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في قناة شيوات أم سلمى. اليوم الثاني من التحضيرات ديال عيد ميلاد الزوج ديالي، غادي نحضر معكم واحد الكاب كيك اللي ساهل دغيا. أنا بغيت منه غير كمية قليلة، فغنديرو غير بيضة واحدة، ندينا بيضة واحدة، نص كاس ديال سكر سنيدة، نص كاس ديال زيت المائدة، كاس الا ربع ديال الحليب، عندي هنا كاس دقيق الا ما كفانيش غنضيف، ولا قدني هو هذاك. عندي هنا قبيصه الملح، معلقه الخل، عندي خماره وفانيا وساشي ديال بودره الكاكاو. الان غندوز باش نطلع البيض. غندير هذيك البيضه بسم الله، غنطلعهم انا بالتراب كهربائي ولا بمولينكس. عندي هنا درت داك نص كاس تاع سكر سنيده، عندي واحد القبيصه ديال الملح، عندي هذيك الفانيا صافي، وغنطلعو مزيان حتى كيضعف الخليط ونرجع معكم. الان بعد ما ضعف الخليط غنضيف الزيت وانا كنطرب. صافي، بعد ما خلطت البيض والزيت فغنضيف معلقه ديال الخل، غنضيف معلقه كبيره ديال الخل، اي خل عندكم، وغنضيف ديك ساشي ديال بودره الكاكاو او معلقه كبيره اللي توفر عندكم. صافي، الان بعد ما طربت حتى داك البودره الكاكاو غنبقى نضيف الدقيق. انا الدقيق راه مغربل، اللي بغى كميه اكثر فيضيف. ندير دابا الخماره، اللي بغى كميه اكثر فيضيف جوج بيضات، كاس الزيت، كاس سنيده، ندير كاس الحليب او كاس ونص. فضفت الكاس الاول وجاني جاري، وكتعرفوا عجينه الخليط ديال الكاب كيك خصو يكون شويه ما خفيف ما ثقيل باش ملي تنفخ معكم ما يعاودش يهبط. تقريبا غندير، فراني درت جوج كيسان اللي هزات معايا هاد العجينه ديال لي كاب كيك. هانتوما شفتوها كتجي على هاد الشكل. دابا غنجيب المول فاش غادي نديرهم، فانا غنديرهم في هاد القوالب هادو على هاد الشكل، وغندير طوام تحتهم باش ما يتحرقوش ليا. الان غادي ندير تقريبا كل وحده فيها معلقه حتى نشوف شحال من وحده عمرت ليا. فانا خرجوا ليا 6، راك تعرفوا هاد المولات شويه كبار، و الا درتهم في دوك المول ديال لي كاب كيك صغيورين راه تخرج لكم 12 حبه. بالنسبه للبيضه وحده راه تخرج لكم 12 حبه. انا دابا حيت هادو مولات كبار تقريبا راني عمرت ومنيت باش يبقى شويه باش يطلعوا. الا عجبكم ديروا فوقهم لي بيبي شوكولا ولا وسطهم، انا ما غندير والو لحقاش باقي غنزينهم بالكريمه من الفوق. غندخلهم دابا يطيبوا راه الفران سخون ونرجعوا معكم ان شاء الله ملي يطيبوا. والكاب كيك بعد ما خرجتهم من الفرن شوفوا تبارك الله كي تنفخوا وجا مرطبين مفشفشين. ها نتوما وغير بيضه وحده، واخا انايا مع بغيت غير كميه قليله كان عليا نقلل من الكميه من هادو، ولكن ماشي مشكل مزيان ملي تنفخوا ليا. دابا غادي نخليهم حتى يبردوا وغنطلع الكريمه نوريكم كيفاش غندير ليها، وغادي نزوقهم من الفوق. الان غادي ندوزو باش نقترح عليكم فكره العشاء اللي غندير فيها غير لازانيا، اللي هي صراحه اللي دغيا غتوجد دغيا دغيا دغيا. الان ندوزو باش نقدمو المقادير ديالها. والمكونات ديال لازانيا اللي غندير، عندي هنايا واحد 3 مطيشات اللي حكيتهم، عندي كميه من اللحم المفروم او الكفته، عندي هنا جوج دريسات ديال الثومه، عندي كميه من القزبر ومعدنوس، عندي واحد نص بصله اللي حكيتها، عندي معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، وعندي هنا كذلك المعجنات ديال لازانيا. غادي نسلقهم
وفي التوابل عندي غير الملح والابزار والفلفل الاحمر، وغنشحر هادشي في الزيت. انا عادة كنشحر مطيشة والبصلة ومطيشة ديال الحكم بوحدو والكفتة بوحدها. فاليوم غنختصر عليا الطريقة لانني كيف قلت لكم مريضة وما عنديش الوقت، فغادي نشحر كل شيء دقة واحدة وندوزو دابا باش نوجدوهم. الان بعد ما درت واحد المقيلة فيها القليم زيت الزيتون وزيت المائدة، غادي ندير ديك مطيشة وسالة. ندير مطيشة يمينة غنضيف عليها ديك نص بصيلة اللي حكيت غير نسيس، وضفت عليهم دوك جوج دريسات ديال الثومة. فغنخلي هاد المطيشة والبصلة والثومة حتى كيتقلاو مزيان، عاد نرجعو معكم ان شاء الله. انا بعد ما تقلات هذيك مطيشة والبصلة والثومة غنضيف عليها مطيشة ديال الحب، ديك المعلقة الكبيرة، صافي. الان بعد ما تشحرت مطيشة مزيان خليتها تطابت مزيان، فالان غادي نضيف الكفتة، عاد نضيف التوابل. الكفتة غادي نشدها ونفرتها، كمية عينكم ميزانكم، انا دايرة كمية قليلة. صافي غنبقى نحرك فيها حتى هي ونفرتها هكا حتى تجانس مع ديك مطيشة، عاد نضيف التوابل. صافي الان غنبقى ندير التوابل، غندير الملح، وما تكتروش الملح لانني باقا غنديرو صلصة البيشاميل وغنديرو الفرماج حمر، اذا ما نكتروش الملح. غندير واحد المعلقة صغيرة ديال الفلفل الاحمر، وبالنسبة لي ما بغيتش القزبور ومعدنوس فيدير الزعتر اولا واحد ورقة سيدنا موسى، انا نسيتها حتى هي كانت زفرة كتعطي واحد البنة زوينة. وانا حتى الاخير عاد زدت هاد الوريقات، الصراحة خرجو ليا من بالي نسيتهم، حتى هما كيعطيو واحد النكهة زوينة. صافي غنخليها تعاود تشحر شوية باش كيطلق دوك الوريقات، وحتى نبغي نطفي عليها عاد ندير قزبور ومعدنوس. صافي الان غادي نضيف المكون الاخير، صافي غنطفي عليها. وها هي لاصوص ديال لازانيا واجدة، غادي ندوزو باش نوجدو صوص بيشاميل. صافي الان هنا بعد ما وجدت صلصة البيشاميل، راكم عارفينها كيفاش كتوجد، راني زدت عليها غير واحد رشيشة ديال الكوزة. هنا عندي فرماج وهنا عندي موتزاريلا. صافي هنا بعد ما سلقت هاد اللازانيا راه كنسلقوها بحالها بحال لي بات مع مليحة وقليل من زيت المائدة، فتمايا غادي نقطع، جاتني كبيرة فغنديرهم في هاد الليمولات هادو. صافي هنا بعد ما عملت الطبقه الاولى ديال اللازا، فغادي ندير طبقه من صلصه البيشاميل. وغندير كذلك ديك الكفته ومطيشه، كندير نيت واحد الكميه لا باس بها كيف ما كتشوفوا، كنتمنى ان تكون الصوره واضحه. صافي غنبقى هكا. فدابا غنضيف القليل من الفرماج، قليل من الموتزاريلا، كنعاود طبقه اخرى ديال اللازانيا حتى نقطعها بعدا لانها كبيره. صافي بعد ما نحط الكمان شويه، بعد ما عاودت طبقه اخرى غنعاود طبقه من البيشاميل، كتجي صراحة زوينة وبنينة وسهلة دغيا كتوجد. ما دابا غير مع السهل والسريع غادي نوجدها دابا، ولكن ما غادي نشعل عليها الفران حتى لوقيت العشاء،
كما كتعرفوا دابا خصني نوجد شويه بكري صافي. دابا غادي نوجدها في ليمولات وحتى نقربو نتعشى، عاد نشعل عليها الفران تحمر ويذوب داك الفرماج. صافي غنعاودو حتى بقى من الفرماج وموتزاريلا، غنعاود طبقة ثالثة تعينتينا المول صغير، غندير فيها غير الطبقات باش كتجي زوينة ومعلكة من الوسط. صافي غنزيد قليل من الكفتة. صافي الآن غادي ندير الطبقة الأخيرة ديال لازان، غندير واحد المعلقة ديال صوص بيشاميل، مبقيش كنعاودو الكفتة في الطبقة الأخيرة، كندير فيها غير صلصة البيشاميل والفرماج. صافي الآن بعد ما درت صلصة البيشاميل كندير واحد الكمية مزيان من الفرماج والموتزاريلا. صافي هما وجدتهم، درت جوج راه خرجت لي ديك الكمية اللي درت، خرجت لي ثلاثة. هاد الليمون ما كبار ما صغار في القياس، وبالنسبه اللي بغى يجلو في مول كبير، مع انني انا بغيتو على حسب عشاء رومانسي فدرتو غير هكا صغار. فغادي نخليهم دابا على جنب حتى نحتاجهم، عاد غادي نديرهم في الفرن ندوزو باش نطلعو الكريمه اللي غادي نزوقو بها لي كاب كيك. وهنا بعد ما طلعت واحد نص كاس ديال كريم شونتي مع نص كاس ديال الحليب بارد حتى طلعتو مزيان، عندي هنا ملون غذائي في الغوز، فغادي ناخذ واحد السلوفان غنفرشو في سطح العمل. انا بعد ما فرشت السلوفان فغندير واحد البودان في البيض، كريم شونتي في البيض بحال هكا. دابا هادي غادي نشدها ندير فيها ملون في الغوز. صافي انا بعد ما درت ليها قليل من الملون الغذائي في الغوز ولا الاحمر اللي بغيتو، فغنعاود ندير بودان اخر قدام هذا في هذا اللون. صافي غادي نجمع عليه دابا السلوفان بحال هكا. هكا دابا غادي نجيب داك البوش جو طابل البوش باش غادي نزوق، وغادي نتقب هنا واحد التقيبه وغادي نخشيه هنايا باش يخرج ليا هكاك داك اللوين. صافي دابا غادي نبدا نزوق، نتوما كتجيو الطرف هكا وكديرو على شكل وريضه، شوفوا كيفاش كتجي التشكيله ديالها فيه الغوز والبيض. غنستمر بهذه الطريقه حتى نكملو. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالي، شوفوا كيفاش كيجيو، كيجي داك المزيج ما بين البيض والغوز. فدابا غنجيب عقيقات كذلك في الغوز اللي غادي نزينهم بها بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كيك، شوفوا كيفاش كيجي. صراحه كنت بغيت ندير البيض والاحمر، ولكن مع درت الكيكه في الاحمر فدرتهم هادو في البيض والغوز باش الطبيله ديالي تكون منوعه وفيها لوينات زوينين. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، جربوهم وتبارطاجيوهم مع الاصدقاء والحباب، تدعموني بلي لايك وبلي اشتراك وبالضغط على الجرس.